السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان. بداية نصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أسئلة هذا اليوم: بداية، يتساءل العديد من المربين عن موضوع زيادة ساعات الإضاءة، هل زيادة ساعات الإضاءة تأثير على عملية التزاوج وعملية الإنتاج؟ نعم متابعي الأعزاء، إن زيادة عملية الإضاءة لها علاقة كبيرة ووطيدة بالإنتاج. أحد المربين يسأل: هل نجعل طيورنا تنام المغرب كالمعتاد كما تنام الطيور في الطبيعة؟ طبعا الإجابة لا، يجب عليك عزيزي المربي أن تزيد من ساعات الإضاءة لكي تحفز الإناث والذكور على الإنتاج، فزيادة ساعات الإضاءة تزيد من اليوم. ولو عدنا إلى الخلف إلى الصيف لوجدنا أن النهار أطول من الليل، لذلك تبدأ طيور الطبيعة بالإنتاج من بداية فصل الربيع وحتى نهاية فصل الصيف. أما في الشتاء ففضلا على برودة الجو النهار أقصر من الليل. إذن عندما نجهز غرفنا لتكاثر الكناري ينبغي علينا مع التدفئة أن نزيد من ساعات الإضاءة، فإذا زدت ساعات الإضاءة إلى الساعة 8 أو 9 ليلا فلا بأس في ذلك، ويفضل وضع LED ضعيف وخافت الإضاءة ليلا لطير الكناري، خصوصا لطيور الكناري، لترى بيوضها وأعشاشها عند الخروج والرجوع إلى العش، خصوصا عند المبتدئين من المربين. السؤال الثاني: إخراج الفروخ عند الفطام كي لا تلوث البيض. نعم عزيزي المتابع، إن الفروخ عند الفطام تدخل على العش الجديد وتقوم بتلويث البيض، ولكن في هذه المرحلة يختلف المربون حسب عملهم. إذا كان المربي متفرغ للكناري فينبغي عليه أن يخرج البيوض بيضة بيضة مباشرة في الصباح الباكر، وهذا ما نسميه بترقيد البيض، إذ أننا عندما نرفع البيضة مباشرة بعد بيضها لا تتأثر البيضة، لأن الجنين لم ينمو بعد، فنقوم بجمع البيوض في عش خارجي ثم نعيدها دفعة واحدة بعد انتهاء الأنثى من البيض، ونخرج الذكر مع الفروخ ليفطمها في قفص آخر، أو نضع عازل بين الأنثى التي سترقد وبين فراخها والذكر. هذا بالنسبة للمتفرغ. أما الذي يعمل في عمله فأنصح بأن يترك كل شيء على ما هو، ما عليه إلا أن ينظف البيض أولا بأول قدر المستطاع. تقوم الأنثى بالحفاظ على البيض والدفاع عنه وإبعاد فروخها عنه بالرقود عليه بعد البيضة الثانية تقريبا، وهذا مما يسمح للبيض أن يكون نظيف قدر المستطاع. ولكن في حالة أن الفروخ قد تبرزت فوق البيض، قم بتنظيف البيض وهو أخضر والبراز أخضر إذا كان البراز لم يجف بعد. لكن في حالة جفاف البراز على البيض فعليك بإخراج البيض مع القطن ووضعه في ماء، يعني ليس بالبارد وليس بالحار، ماء فاتر، واتركه يتحلل ونظفه وجففه بالمحارم، ثم أعده إلى العش مرة أخرى، وإن شاء الله رب العالمين لن يتلف. بمجرد أن تنتهي الأنثى من البيض فورا 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 أخرج، قم بإخراج الفروخ مع أبيهم إلى قفص آخر، أو ضع عازل إذا كان قفصك به عازل ليفطم الفروخ. كيف نتعامل مع فروخ الكناري بعد الفطام؟ فروخ الكناري عندما تفطم ألاحظ أنها بدأت بتقليل أكل البيض. أضع البيض فأجد أن البيض لا يؤكل كله، وعندما أنفخ إلى خلطة الكناري ما نسميها البراقة والحبة السمراء والخلطة،
أجد أنها تتطاير. إذن هذه الفراخ أو الفروخ كما تسموها بدأت تأكل الخلطة وبدأت تبتعد عن أكل البيض. هنا أعلم أنها بدأت في الفطام بشكل ممتاز. طبعا هذا بعد أن أخرج عنها الأب، وبعد أن أرى أن الأب قد توقف عن إطعام هذه الفروخ، أو أن البطن الثاني قد فقست الفروخ وأحتاج إلى ترجيع الأب إلى الأنثى مرة أخرى ليطعم معها البطن الثاني. في هذه الحالة، في هذه الحالة يتوجب علينا أن نضع لهذه الفروخ نوع من أنواع المضادات الحيوية للسلمونيلا أو للسلمونيلا والكوكسيديا لتنظيف هذه الفروخ وتجهيزها وتعقيمها. يعني نضع العلاج ليس كعلاج وإنما كوقاية. فلو وضعنا أوكسيبال أو وضعنا أنروفلوكسيسين أو وضعنا فلورفينيكول أو أي دواء من هذه الأدوية التي نستخدمها لمكافحة السلمونيلا والكوكسيديا أو لمكافحة الإسهالات، فإن هذا العلاج في هذه المرحلة مطلوب كتطعيم لهذه الفروخ. وقد نضع، ممكن نضع علاج السلفا خصوصا في فصل الشتاء، أحد مشتقات السلفا أو علاج دواء من أدوية السلفا، سلفا دايتبريم، سلفا ديازين، أي دواء من أدوية السلفا ممكن أن نضعه للفروخ اللي هو عملية تطعيم هذه الفروخ لكي تكون نظيفة من الداخل. السؤال يقول متى نضع العش الثاني بعد التفريخ؟ متى نضع العش الثاني بعد التفريغ؟ هناك احتمالان عزيزي المربي. الاحتمال الأول أن هذا العش يتكون من أنثى فقط، أنثى ترقد على البيض، ربت الفروخ، الفروخ في مرحلة الفطام ربتها بدون ذكر. هنا تعامل يختلف إذا كان يوجد عندها ذكر. إذا كانت الأنثى بدون ذكر وربت الفروخ، فهذا يترتب على عملية فحص الأنثى بعد قفز الفروخ من العش مباشرة. ورأيت الأنثى تحوم في القفص وتشد في ذيول الفروخ وفي ريش الأجنحة وتنتف الفروخ لأنها تريد أن تعشش بهذا الريش. فورا أنت محتاج في هذه اللحظة أن تضع لها عش جديد، لأنك إن لم تضع لها عش جديد ستخسر الفروخ خصوصا في فصل الشتاء. إذا قامت الأنثى بنتف الفروخ نتفا جائرا، فهذه الفروخ ستموت من البرد لأن هذا الريش يدفئها. تمام، إذن سنضع لها عش جديد وخيوط جديدة وقطن جديد، وسنعيد لها الذكر الذي لقحناها منه البطن السابق أو ذكر آخر. طبعا هذا بالنسبة للأنثى التي المتروكة لوحدها تطعم لوحدها. بعض الإناث تجبرك على فعل هذا الأمر، إذ أنها تقوم بنتف الفروخ تنفخ، وكما يقولون يعني ينتفخ البطن أو تبرمل البطن، تصبح كالبرميل وتريد أن تضع البيض بدون ذكر وبدون إخصاب. هذه الأنثى تجبرك على وضع ذكر بسرعة لها. في هذه الحالة يجب الإسراع بوضع الخيطان، خيوط التعشيش والقطن لتتجنب تنتيف الفراخ. تمام، ووضع ذكر ووضع عش جانبي. ستقوم الفروخ بالبيات في أحد العشين، وستقوم الأنثى في وضع البيض، وهنا طبعا ستبيض الأنثى وسترقد على البيض. أترك الذكر فترة لتطمئن على أن هذه الفروخ قد فطمت. إذا أطعمها الذكر كان بها، وإذا لم يطعمها الذكر انتظر فترة حتى تراها تأكل، ثم أخرجها من عند أمها. وإذا كنت تريد أن تخرج الذكر أيضا أخرج هذا الذكر. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي وجود الذكر والأنثى مع بعض. وقبل أن أنتقل إلى الحالة الثانية، طبعا هناك نظرية أخرى بالنسبة لأنثى أخرى. أنثى قفزت فروخها وبدأت في فطام الفروخ وتصاصي وتنادي على الذكور للتزاوج، ولكنك عندما تنفخ على بطن الأنثى لا يزال بطن الأنثى منخفض، لا تضع لها العش، اتركها بلا عش. لماذا؟ لأنك كلما أخرتها في التعشيش كلما فطمت الفروخ. هذه أنثى رائعة، هذه الأنثى لم تنتف فروخها، هذه الأنثى لم يعني تنفخ وتبيض غصبا عنك. هذه الأنثى تطعم الفروخ، تنادي على الذكور وتأخذ وضعية التزاوج، ولكن بطنها لا تزال منخفضة. هذه الأنثى رائعة، تمام،
وهذا النوع من الإناث هو المطلوب الذي يطعم لوحده والذي لا يعني لا تنتفخ بطنها والذكر بعيد عنها، تنتظر وجود الذكر وفطام الفروق. هذه الأنثى اتركها للنهاية حتى تفطم فراخها، ترى أن الفروخ تأكل أمام عينيك، أخرج الفراخ وضع لها عش جديد واتركها تعشش من جديد وألقي لها بذكر جديد أو الذكر الذي تريده. النوع الثاني من الأزواج التي تتزاوج مع بعض، يكون الذكر مع الأنثى، قد يلقحها على عمر 3 أسابيع للفروخ أو عمر 17 يوم أو 20 يوم أو أي شيء، أو قد يلقحها منذ أسبوع. هذا التلقيح لا يضر بالأنثى ولا يضر بالفروخ البتة نهائيا، بالعكس هذا التلقيح يعمل عملية تفريغ للذكر والذكر يظل يطعم فراخه. تمام، إذا وجدت أن الأنثى تجلس بجانب الفراخ وتزيح الفراخ بجناحيها وكأنها تريد أن تبيض، امسك الأنثى وافحصها. إذا وجدت أنه يوجد بيضة في بطن الأنثى، ضع عش آخر وضع خيوط وقطن فقط بس لمجرد أن تعشش. إذا عششت في هذا القطن وصنعت عشا جديدا كان بها، إذا لم تعشش وتضع عش جديد هي ستبيض فوق الفروخ. بمجرد أنها ستبيض فوق الفروخ ستقوم هي بدفع الفروخ خارج العش، هذه الفروخ ستجلس في العش الثاني. ونعود إلى بداية الفيديو، قضية يعني تلوث البيض وعملية تلوث البيض وتنظيف البيض، نعود لهذه العملية. تمام، في هذه الحالة ننتظر حتى تنتهي الأنثى من البيض، نخرج الذكر مع مين؟ مع فروخه ليفطمها، ثم نعيده إلى أنثى بعض فطامها. هذا والله الموفق. لا تنسوا اللايك على كل فيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.